فتيجي تقسمها راح تطلع لك هالقد، نقول هالقد دايابيتيز كيس بير يير، اذا لوحده زمن. اوكي طبعا هنا انا اذا الماده صراحه ولا ايش ضربها في 100000، لكن هو يعني حسب الرقم اللي ضربه، يعني مثلا لو ضرب في 100000 فاذا انت هنا تقول اذا انا عندي 5900 لكل 100000، يعني اذا ضربها في 10000 راح يطلع لك رقم تقول هالقد لكل 10000 وهكذا. طبعا هنا الاسئله شلون ممكن يجي، اولا الفريكونسيز وفقط عادي، يعني يقول لك 100 حاله 200 حاله، ما بلا قسمه لا اضرب لا اي شيء، البروبورشن هو قسمه بس، يعني قسمه يعني من يجيب لك قسمه يعني هو مرات يذكرها اصلا ولا مرات ينطيك انت تحل يعني. فهذا هو بس قسمه يعني فقط انه انت تجيب البوبيوليشن كلها تخليها لك جوا والاشخاص المصابين بالمرض الموجودين ضمن هاي البوبيوليشن وها هي وتخليها لفوق وتقسم يطلع لك من دون اي وعدة. البرسنتج نفس البروبورشن نفس القسمه بس نسبه مئويه، فلازم تطلعها في يعني تضربها في 100. هو المفروض مو في 100 في 100% يقصد يعني الدكتور، بس ما ادري شنو سالفته. الريت نفس الحاله نفس البروبورشن بس شنو اللي يختلف؟ انه بي وحدة زمن فقط، هذا اللي يختلف بي انه ريكواير يونت اوف تايم، انه بي وحدة زمن. اوكي طلع لي انه لكل زمن، طبعا هذا ال 100000 يعني هو ممكن يضيفه ممكن ما يضيفه بكيفه، فمن يضيفه في 100000 في 10000 في 90000 راح تطلع لك رقم تقول هذا الرقم لكل الرقم اللي ضربته لكل 100000 لكل 90000. اوكي زين، مثلا هنا انا ضرب اكزامبل يقول لك النمبر مال التوبركلوسز هو 30، النمبر مال البوبيوليشن 100000، اريد الريت مال الديفلوبمنت مال التوبركلوسز، اذا اريد الريت، اذا اريد الريت، فانا اذا ايش اسوي؟ اقول اللي هو النمبر مال التوبركلوسز اقسمه على النمبر مال البوبيوليشن واضربه في كي، هو هنا أنا مرات يضربه مرات ما يضربه بس ما ادري شنو سالفته، فاللي هو حيطلع لي ايش قد؟ حيطلع لي اذا طبعا بالصدفه طلعت 30، فحيطلع لي 30، فاذا اقول انه 30 لكل هالقد بسنه 2016. اقول هنا الكي هو راوند نمبر كونستانت، ممكن 100 ممكن 1000 ممكن 100000 يعني حسب. اوكي فالموضوع حسب زين. طبعا بس بالمناسبه يمكن اني نسيت اذكرها، يعني ال 100000 هاي مو انت يعني، انما الكي هاي رقم ثابت يعني لازم تضربه في كي، هنا لازم تضربه يعني الراتشيو هاي الريت عفوا مو الراتشيو، الريت هي نفسها نفس البرسنتج لازم تضربه في كي، لازم اكو كي. زين عندك ثم الراتشيو، الراتشيو هي هاي النسبه واحد الى، يعني اذا حتى تتذكرون يمكن بالسادس في الفصل السادس نتائج النسبه يمكن واحد الى ثلاثه يعني تقريبا ايش بدايه الفصل، فهاي هو يسموها بالراتشيو يعني حتى ماخذينها من السادس. اوكي فهي اسمها راتشيو، نسبه كذا الى كذا، يعني مثلا نسبه الذكور الى الاناث، نسبه المصابين بالديابيتيز الى المصابين بامراض القلب عادي يعني في الموضوع. اوكي فهذا الرقم ما له ربط بهذا الرقم، يعني مو الا مثل البقيه كان فوق انه لا لازم له علاقه، لا مو الا. فيقول لك اللي هو a measurement that obtained by dividing one quantity by another without implying any relation between the numerator and the denominator، يعني اوكي يعني هم التقسيم بس ماكو علاقه يعني لا بين البسط والمقام ماكو شيء علاقه. also require unit of time انه الراتشيو من الريت نسبه معدل، فلهذا مثلا عندك اللي هو نسبه الميل للفيميل يجي يقيس يقول لك 15.7 مليون مصابين بالديابيتيز و 250.4 مليون من دون ديابيتيز، دول ايش قد حيطلع نسبتهم؟ من 1 إلى 15.9. هنا دول المصابين بالديابيتيز جبتهم من المصابين لا، هذا شخص ما مصاب بالديابيتيز، هذا ما مصاب. يعني هذا سليم. وهذا مصاب. فانه شلون هذا اشتقيته من هذا؟ مستحيل يعني ما جبته منه، مستحيل، لان هذا مصاب. يعني لو قلت مثلا انا عندي بالعراق عندي بالعراق المصابين بالديابيتيز 100000 على المصابين بامريكا مثلا نقول مليون شخص، اوكي؟ لا هي هم ما لها علاقه. بس انا لو قلت المصاب بس هو على مصاب، يعني المصاب بالعراق مثلا على المصاب بالسكري بالعالم كله. اوكي؟ فانه المصاب بالسكري بالعالم كله من ضمنها العراق، اوكي؟ راح اخليه لي جوا.
والمصابين بالسكر فقط بالعراق خليهم لفوق، فاذا اللي من العراق مشتقيته من العالم كله. فذا لا هذا شو يصير؟ هذا يصير يعني وحسب اللي يريده، يا اما انه يصير بروبورشن، يا اما يصير ريت، يا اما برسنتج حسب السؤال اللي هو يريده يصير عندني. لكن راتشيو ما يصير، ليش؟ لانه اكو تشابه. ان ما اكو تشابه يعني هذا سليم، هذا مصاب، هذا سليم، اذا هاي راسا استخدم راتشيو، اقول هذا راتشيو. زين طبعا هم راح ناخذها بالمحاضرات المحاضرتين اللي وراها. هو في شيء اسمه الميجرمنت مال اللوكيشن والميجرمنت مال الفاريشن. طبعا ذني حاليا هيك يعني لانه ما حد استفاد منهم، بالمحاضرات بغير انا اشرحهم. زين